هنا القاهرة عاصمة الخبر، نشرة مغاربية جديدة نرصد فيها أهم الأحداث والتطورات في بلدان المغرب العربي، وإلى أبرز العناوين. جوزيف بوريل يعد المغرب بمساعدة تربو إلى 1,600,000,000 يورو بين عامي 2021 و2027. اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس ينظم المؤتمر الثاني للإعلام العربي. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشيد باجتماعات القاهرة وتدعو الأطراف الليبية إلى الإسراع في التوصل لاتفاق تام. الشأن المغاربي هو بداية نشرتنا المغاربية. دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى تنمية وحماية العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، وأضاف بوريطة عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي قام بزيارة المغرب أن الشراكة بين الجانبين تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة. وأشار بوريطة إلى أن شراكة المغرب مع أوروبا تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة، موضحا أن بلاده ستدافع عن مصالحها ويراهن على شركائه للدفاع عن هذه الشراكة. وفي السياق ذاته قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1,600,000,000 يورو بين عامي 2021 و2027، مقارنة بمليار و400 مليون يورو بين عامي 2014 و2020. وفي إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية أكثر من 45 مليار يورو في عام 2021، مما جعل المغرب شريكاً اقتصادياً وتجارياً هو الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حسب ما ذكر رئيس الوزراء عزيز أخنوش في بيان بعد لقاء بوريل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور صباح الخير، أولا كيف ترى أهمية زيارة بوريل إلى المغرب وتأثيرها على العلاقات المغربية الأوروبية؟ زيارة السيد جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية هي الأولى له منذ تولي هذا المنصب ولقائه مسؤولين مغاربة، وتندرج هذه الزيارة في إطار شراكة استراتيجية على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول من الناحية الاقتصادية للمملكة المغربية في ملفات متعددة، لعل أبرزها ملف الزراعي والصيد البحري. وأيضا نعلم أن المغرب يتوفر على جاليات مهمة في الدول الأوروبية، وهناك سياسة جديدة إن صح التعبير تتمثل في الاستثمار الذي حققه المغرب في المجال الإفريقي، فأصبح أيضا يعني شريكا للاتحاد الأوروبي في تصريف مجموعة من السياسات الاقتصادية على المستوى الإفريقي لما حققه المغرب من بنية تحتية بالخصوص في القطاع المالي وفي قطاع التكوين المهني وفي قطاع الفوسفات. هذه الزيارة كذلك هي جاءت لتنفيذ مجموعة من البرامج المعدة سلفا، ولعل الشراكة الأوروبية المغربية تعرف العديد من الاتفاقيات. نذكر مثلا في المجال التعاون المالي الثنائي
هناك 5 اتفاقيات فقط في سنة 2022 التي ودعناها مؤخرا. نعم. بمعنى أن تعزيز التعاون في هذه المجالات بالإضافة إلى ملف يبدو مهم جدا وهو الملف الأمني والملف كذلك المرتبط بالهجرة، بمعنى أن هذه الشراكة هي متعددة الأبعاد ومتعددة ومتداخلة فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. طيب دكتور، يعني هل كان هنالك من يعني ترشيحات عن هذه الزيارة من حيث تقديم المساعدات المتبادلة لوجستيا ربما بين الجانبين بخصوص ما تفضلت حول الملفات الأخرى غير الملف الاقتصادي؟ أعتقد بأن المملكة المغربية هي تفاوض باعتبارها دولة من دول الجنوب فيما يخص مجموعة من الإشكالات الدولية التي تدبر على مستوى الدول المغاربية وعلى مستوى كذلك إفريقيا منطقة الساحل، ولعل البلاغات التي صدرت بعد هذه الزيارة تتحدث عن هذه المعطيات، بمعنى أن هناك مجهود يبذل من قبل الدول التي تتمتع بشراكة، والمغرب يجب أن نذكر بأنه يتمتع أكثر من الشراكة، هو له وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتوفر على هذه الوضعية، وبالتالي فهو يريد أن يضع هذه المجهودات في الشراكة الدولية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية والأمنية، وهذا الانفتاح الذي يجعل من المملكة المغربية قبلة لمجموعة من الاستثمارات الأوروبية وأيضا المساهمة الفعالة في الملفات والمخاطر الأمنية المختلفة، ولعل ملف الهجرة غير النظامية من ربما أهم الملفات في هذا الجانب. طيب دكتور بلعمشي، الآن الجانب الاقتصادي أكد فيه بوريل أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1,600,000,000 يورو بين عامي 2021 و2027، ما أهمية ذلك على الاقتصاد المغربي؟ من الناحية التطور هذه العلاقات هذا مهم، ولكن من الناحية الواقعية أعتقد بأن المغرب لا زال يجب أن يعزز موقعه التفاوضي. لاحظنا وزير الخارجية في مناسبات سابقة يتحدث على أن المغرب سئم أن يكون دراكي لأوروبا، اليوم هناك نوع من الندية يجب أن تظهر في هذه العلاقات نظرا للمكاسب فقط من الناحية الواقعية بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي. هناك اتفاقيات لها امتيازات كذلك بالنسبة للأوروبيين بالخصوص في مجال الصيد البحري، هناك مجهود يبذل في مجالات أمنية ولا يتقاضى عليه المغرب ولا يعوض على مجهوده بشكل كافي من قبل الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مثلا مع وجهات أخرى. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن الشراكة المغربية الأوروبية هي شراكة جيدة، هي شراكة في خط تصاعدي لا بالنسبة للمساعدات. لاحظنا كذلك إبان جائحة كوفيد-19 بأن المغرب كان من بين الدول التي استفادت بشكل مهم من الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن هذه العلاقات قائمة وثابتة ولكن تحتاج إلى كثير من التنمية والتطوير لكي تكون كذلك عادلة فيما يخص هذه العلاقة الثنائية. طيب دكتور بلعمشان، أنا تحدثت حضرتك في ربما الإجابة السابقة أن المغرب يعد الدولة الأكثر شراكة إن صح التعبير مع الاتحاد الأوروبي، بالتالي ماذا يقع على عاتق المغرب تجاه ربما جيرانها، جيران المغرب العرب والأفارقة من أجل تأمين الشراكة بشكل أكبر للمنطقة مع الاتحاد الأوروبي؟ نظريا المغرب هو اشتغل بمجهود كبير في هذه الشراكة على اعتبار أنها هي الشراكة الاستراتيجية والأساسية والأولى حتى من ناحية الأرقام. نعم. ولكن في نفس الوقت هناك أعتقد في نظري أن هناك خصائص فيما يتعلق بالعلاقات البينية بين الدول العربية بالخصوص في المجال الاقتصادي، ولا أتحدث هنا عن المجال السياسي. نعم. بحيث أن هذه العلاقات البينية كان من شأنها أن تعزز الموقع التفاوضي لكل الدول المغاربية وكل دول شمال إفريقيا والدول العربية عموما من أجل أن تتفاوض بصوت واحد وبرزنامة واحدة متكاملة مع الاتحاد الأوروبي. المغرب هو يبذل مجهود فردي ولكنه منتج إلى حد ما، ولكنه كما أقول دائما غير كافي لتثمين الأدوار التي تقوم بها دولنا
مجتمعة لمصلحة القضايا والإشكالات الدولية. نعم. التي تهتم بها أوروبا بشكل كبير في سياسة الجوار. اليوم نحتاج إلى يعني تعزيز هذه العلاقات من أجل تعزيز كذلك الموقع التفاوضي. إذن السير إلى تعزيز علاقات أفضل ربما بين الإقليم وبين الاتحاد الأوروبي، ربما هذا ما أفهم من إجابتك دكتور عبد الفتاح. أعتذر منك لأن وقتي انتهى في هذه المداخلة. دكتور عبد الفتاح البلعمشي عبر الهاتف كنت معي من الرباط، أستاذ العلاقات الدولية، وافر الشكر لك. إلى الجزائر، حيث أعلنت أنها تسعى إلى تطوير المعابر الحدودية البرية بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية لها، لا سيما في عمقها الإفريقي. وخلال زيارته للمعابر الحدودية التابعة لولاية تامراست الحدودية مع النيجر، أوضح وزير الداخلية والتهية العمرانية الجزائري إبراهيم مراد أن تطوير المعابر الحدودية البرية مسألة ملحة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الهياكل البرية في مجال تعزيز قدرات الاقتصاد. أعلن وزير النقل الجزائري كمال بالجود أنه سيتم الانتهاء من الأشغال الهندسية لتوسعة شبكة مترو الجزائر في مارس 2024. وفي زيارته للمشروعات المترو بولاية الجزائر، أوضح بالجود أن الشركة العاملة التزمت بالموعد المحدد بعدما تم توفير الأموال اللازمة لإنهاء المشروع، موضحا أن جائحة كورونا تسببت في بعض التأخير عن إنجاز المشروع في وقته المحدد. كما أشار وزير النقل الجزائري إلى اعتماد مشروع توسعة آخر سيتم من خلال ربط ساحة الشهداء بخطوط المترو الأخرى. أيضا في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في البلاد. وبحسب بيان لوزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 270 ألف حالة، ومجموع المتماثلين للشفاء 182,657 حالة. وفي الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6,881. وقعت وزارة البيئة الجزائرية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات في مجال التوعية البيئية. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك باستثمار القدرات النسائية في تعزيز العمل البيئي من خلال ممارساتها اليومية والقدرة على إعداد جيل واع ومزود بروح المسؤولية البيئية. إلى تونس، حيث أعلن الحرس الوطني التونسي ضبط 298 مهاجرا بسواحل وسط وجنوب البلاد إثر تعرض مراكب كانت تقلهم للغرق. وأنقذت وحدات الحرس البحري 18 مهاجرا تونسيا إثر غرق مركبهم بعرض البحر أمام سواحل مدينة قرقيس في الجنوب التونسي. وكانت المدينة نفسها قد شهدت مأساة في سبتمبر الماضي إثر غرق 18 شابا من أبناء المنطقة في مركب كان في طريقه إلى السواحل الإيطالية. حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مدافعاً عن سعره أو عن قراره برفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة هذا العام. ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس المؤتمر الثاني للإعلام العربي، وأكد المدير العام لاتحاد الإذاعات العربية عبد الرحيم سليمان بتونس أنه سيتم خلال المؤتمر الذي ينظم تحت شعار الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مواجهتها عربيا استعراض تجربة عدد من البلدان العربية في مجال إرساء سياسات وطنية للتعامل مع الهيمنة الرقمية العالمية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس مراسلة القاهرة الإخبارية نسرين رمضاني. نسرين، صباح الخير. أولا، اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد المؤتمر الثاني للإعلام العربي بتونس، كيف رصدت هذا المؤتمر وما أهميته وأبرز المشاركين فيه؟ نعم، صباح الخير أولا، وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. نعم، هذا المؤتمر الذي هذا المؤتمر الذي جاء ليعلن عن عودة مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي إلى تونس بعد أن استضافته الرياض في العام الماضي، تحديدا في شهر نوفمبر من العام الماضي. هذا العام في شهر يونيو ستستضيف تونس أو سيعود المهرجان إلى تونس. هناك أيضا المهرجان العربي للإعلام، وهذه المهرجانات هي مهرجانات طبعا لها أهمية كبيرة من ناحية أنها من بين أعرق المهرجانات في مجال الإعلام. مهرجان الإذاعة والتلفزيون يمثل سوقا عربية للأعمال الدرامية، ويعني الأعمال الدرامية التلفزيونية والإذاعية أيضا، ومن خلالها يمكن للبلدان العربية بإذاعاتها وتلفزيوناتها أن تروج لإنتاجاتها خلال العام. هناك دائما إنتاجات جديدة، وهناك جوائز توزع في اختتام هذا المهرجان، وبالتالي هي فرصة هامة للإذاعات والتلفزيونات طبعا العربية. في العام الماضي استضافته الرياض، وكانت هذه استثنائيا، يعني لأن طبعا المملكة العربية السعودية تشهد زخما ثقافيا كبيرا، وتقدمت بطلب لاستضافة استثنائية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، وكان لها ذلك، وافق عليها مجلس اتحاد الإذاعات إذاعات الدول العربية. هذا العام من المنتظر طبعا ككل عام أن يكون حفل الافتتاح بحضور كوكبة من الفنانين، فنانين العالم العربي، أيضا من نجوم الإذاعات والقنوات التلفزيونية العربية. هناك العديد من صناع السينما والدراما سيحضرون هذا المهرجان ويشاركون فيه، العديد من الفعاليات تقام أيضا على هامش هذا المهرجان، وهي فرصة لتبادل ومناقشة المواضيع المتعلقة بالأعمال الإذاعية والتلفزيونية وصناعتها وكيفية ترويجها والتقدم بها. نعم، نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية، وافر الشكر لك على ما أفضيته من معلومات بخصوص المهرجان الإعلام العربي الثاني في تونس. إلى ليبيا، حيث أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنتائج اجتماعات القاهرة للأطراف الليبية، وطالبت البعثة البرلمان ومجلس الدولة إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بشأن المسار الدستوري وتحديد إطار زمني واضح ومحدد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وكان قد أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة دكتور خالد المشري بيانا مشتركا حول نتائج الاجتماعات التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة. صالح والمشري أكدا الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كامل أو لنظام كل مجلس. الوفاق الليبي يمر من هنا من القاهرة التي احتضنت المباحثات الليبية والحصيلة بيان مشترك بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى الليبيين يؤسس للتوافق نحو الوثيقة الدستورية كقاعدة بناء لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية بالتوافق بين المجلسين. مصر تؤكد على دعمها التام للجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة، حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوافق بين كل من سيادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيادة الأستاذ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بإذن الله بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية. ومن بين ما أكده البيان وضع خارطة طريق محددة سيعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. قامت هذه الشقيقة الكبرى باحتضان اللجان المشتركة منذ فترة طويلة في وقت لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع في البلد، وبفضل هذا الجهد ذللت الكثير من المصاعب وأصبحت لقاء هذه اللجان ميسراً، واستطاعت هذه اللجان في جولات حوار عديدة وباستضافة كريمة من الجمهورية المصرية أن تصل إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم. التوافق بين طرفي الخلاف أصبح ماضيا بفضل الجهود المصرية ووفق ما أقره الطرفان الليبيان، وذلك لحرص القاهرة على دعم وحدة ليبيا وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورية التي أفضت إلى هذا الاتفاق. مصر الشقيقة تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، وتشجيعها الدائم والمستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الأجال. وفي ختام البيان المشترك وجه الطرفان الليبيان الشكر لكافة الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكافة الدول التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها. وثيقة دستورية تؤسس لمشهد ليبي جديد طالما انتظره كافة الأطراف ليضع ليبيا على المسار الديمقراطية وتنهي حالة الانقسام السياسي بين الفرقاء، وذلك من خلال خارطة طريق تؤسس لدولة ليبية ذات سيادة ومؤسسات. من العاصمة المصرية القاهرة، رمضان المطعني، هنا القاهرة عاصمة الخبر. انتهت نشرتنا في المغرب العربي، شكرا لكم، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، هنا القاهرة عاصمة الخبر.